تعيش حكومة أخنوش تخبطا حكوميا يتضح في عجز فاضح وخطير لدى حكومة الكفاءات التي ادعت أنها جاءت لإنقاذ الاقتصاد المغربي من ورطة العصر، وأنها تملك من المؤهلات المقاولاتية ما يسمح لها بإخراج المغاربة من الأزمة، وأنها حكومة الرفاهية والعيش الكريم وليست حكومة التقشف والحزام المشدود، ما دام يترأسها مقاول ثري وناجح وله دراية بعالم المال والأعمال يعرف من أين تؤتى الثروة. لم تترك حكومة الكلام المعسول أي فرصة لإعلان استقوائها بأغلبيتها الضاربة والكاسحة من أجل تنزيل إجراءاتها وبرامجها، وذلك في غياب أي تنازع حقيقي من الأقلية قد يعطل هذه الإجراءات.